مع دقيقة المثمر كل يوم نصائح زراعية من أجل فلاحة عصرية مربحة وأكثر مردودية. أخي الفلاح، أختي الفلاحة، الحلقة ديال اليوم حول جوج من أهم الأمراض الخطيرة على زراعة البطاطا في المغرب: مرض عفن البطاطا المعروف بالميليديو، ومرض لفحات البطاطس المعروف بالأرتينارية. أولا مرض عفن البطاطا، فهو مرض صعيب وكيتسبب فيه واحد الفطر معروف بالميليديو أو الخموجية ديال الوراق، معروف ببقع قهوية مزيتة على الجهة الفوقانية ديال الوراق ولونها خضر باهت. هاد البقع كتبدا تيبس من الوسط، كيظهر المرض في حالات معزولة وكينتشر بسرعة على الضيعة كلها. من بعد يمكن المرض يدوز للبراعم وعلى مستويات مختلفة، يمكن يدمر نباتات صغيرة ويفكك سيقان النباتات البالغة، وملي كيتكاثر يمكن يقضي على طرف كبير أو النبتة كلها. وهنا كتبدا تبان البقع البنية على البشرة ديال الكركوب، وفي الداخل كنلاحظوا مناطق مصدية ومعفنة ويابسة. هاد المرض ملي كيتكاثر كيحل باب لمجموعة من الفطريات والبكتيريات اللي كتسبب في الخموجية ديال الكركوب في الحقل وقت التخزين. وهنا فعدم الوقاية والمعالجة في الوقت المناسب، الخسائر يمكن تعدى 50% من الإنتاج و80% من جودة المنتوج، ويطيح ثمن الكركوب المقيوس. العوامل المواتية للمرض: كيفضل هاد العفن رطوبة عالية فوق 90% وحرارة بين 10 و 25 درجة مئوية، وهذا المرض كيتنقل بالكركوب والزريعة المريضة واللي كتعطي براعم ملوثة، والريح كيساعد المرض باش ينتقل داخل الضيعة ومن ضيعة لأخرى وعلى مسافات كبيرة، ويمكن يتخزن في البقايا ديال الفلاحة ويتكاثر عام على عام إلا ما احترمناش الدورة الزراعية. أخي الفلاح، أختي الفلاحة، ثانيا مرض لفحات البطاطس المعروف بالأرتينارية، هو أقل شهرة من مرض الخموجية ديال الوراق، يمكن يتسبب في نقص وفي خسارة مهمة ديال الإنتاج، وبالخصوص من اللي كيجي المرض بكري ونكونوا غفلنا عليه. كيهاجم المرض أوراق البطاطا بعد وقت النوارة، كيبدأ بالوراق اللي في الطبقات السفلى، كيبدأ المرض على الأوراق بقع بنية صغيرة اللي كتكبر، وكنلاحظوا حلقات دايرة على البقع الكبيرة ديال المرض، وفي وقت التخزين كتبان بقع بنية على الكركوب، وكيفضل المرض التناوب ديال فترات جافة ورطبة، وكيتكاثر على الفلاحة اللي ما واكلاش وما مسقياش مزيان. كيمكن خسروا من 5 إلى 20% من الإنتاج في حالة وقوع هجوم مبكر، أو حتى أكثر من 50% إلى ما دخلناش في الوقت المناسب. تدابير ضرورية لمكافحة المرض: تدابير زراعية، الحد من حفظ المرض عن طريق إزالة حطام محاصيل، اختيار أصناف أقل حساسية، تغذية والسقي بالعقل. أما المكافحة الكيميائية، مكافحة هجوم المرض من وقت النوارة. أخي الفلاح، أختي الفلاحة، كيفاش نسيطر على أمراض العفن ولفحات البطاطا؟ فلازم نركز على الوقاية قبل كل معالجة. أولا نحترموا الدورة الزراعية ونطولوا التناوب بالباذنجانيات اللي كتصاب وكتنقل المرض. ثانيا نجمعوا ونحرقوا بالعافية البقايا ديال النبتة والكركوب باش نقصم المرض. ثالثا نختاروا ونستعملوا الأصناف اللي هي أقل حساسية للمرض. رابعا نتبعوا نشرات مصالح السلامة الصحية لوقاية النباتات وكل متتبعي الشأن الفلاحي عن قرب كبرنامج المثمر على توقع دورة حياة كل مرض من خلال حالة الطقس والمراقبة المستمرة للفلاحة لتنبيه الفلاحين بمخاطر الآفات الفلاحية. وفي حالة ما تفشل المرض وتكاثر عندك، عليك أخي الفلاح أختي الفلاحة تدخل العلاج في أقرب وقت ممكن، وهنا لازمك تقوم بالعلاجات المنتظمة للمبيدات الفطرية واللي كترتكز على المواد والأدوية المعروفة واللي مرخص لها من طرف المصالح الخاصة ديال وزارة الفلاحة، مع احترام الكمية ديال الدواء والماء على حساب آلة الرش. والله المعين. مع دقيقة المثمر، اليد في اليد من أجل فلاحة مثمرة ومستدامة.